أخبار اليوم. الجنب اللي بشوف فيه ناس بعيد عن كل الأضواء، بعيد عن الشهرة، بعيد عن كل المجالات اللي بيكون فيها الشخص طبيعي على طبيعته مع أطفال صغيرين، كفاية إن هما يضحكوا في وشك، يقولوا لك عايزين نشوفك تاني، بيستنوك اليوم اللي أنت بتيجي فيه عشان يلعبوا معاك، يهزروا، تقضي يوم حلو معاهم. أكيد طبعاً مش هبقى فاضية كل يوم إن أنا أكون معاهم، بس بحاول على قد ما أقدر إن أنا حتى لو ساعتين في اليوم إن أنا أكون قاعدة معاهم عشان أحس بده. بكتسب منهم حاجات كتير قوي، أولها البراءة اللي أنتوا شايفينها دلوقتي. تعالوا مع بعض ناخد خطوة جديدة، خطوة لبكرة، خطوة مستقبل للأطفال دي، خطوة تحقق لهم الحاجات اللي هي مش موجودة دلوقتي، خطوة تحقق لهم الأمان في مستقبلهم. عندي فكرة إن إحنا ممكن نعلم كل طفل من دول حرفة تفيده في مستقبله. تعالوا نهتم نفرحهم، تعالوا نهتم إن إحنا نأمن لهم مستقبلهم، مستقبل بكرة. تعالوا نقف وقفة بجد، وقفة جديدة.